ايوه اهلا بيكي، اتفضلي. ازي حضرتك؟ الحمد لله ازاي؟ تمام، اهلا وسهلا، معلش انا ملبوخه، اول مره اخش في مكالمه. ازي اتفضلي. حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله، اهلا وسهلا، اتفضلي. انا كان مر عليا شويه ابتلاءات كده من اول ما اتجوزت. انا متجوزه بقالي 19 سنه. ايوه كان مر عليا شويه ابتلاءات كده مع جوزي ومع اهلي ومع ناس كده. فالحمد لله ربنا هداني جوزي الحمد لله، وجاء حصل معانا تاني ابتلاءات مع واحد يعني جارنا، بهدلنا بمعنى اصح، بهدلنا جدا جدا جدا. المهم في اثناء الابتلاءات ديت فضلت بتاع سنتين، طول السنتين دول انا بقيت اصلي واقول يا رب، ما بقتش اقول غير يا رب، وزي كل حاجه يعني عادي، حياتي عاديه اليوميه العاديه، اصلي غيرك يا رب، انت اللي هتحل لي المشاكل اللي انا فيها، انت اللي هتوفقني. فجيت في يوم نمت، يعني صحيت بدري، خلصت المهام بتاعتي ونمت حوالي الساعة 10:30 كده، نمت لقيت اللهم صل على النبي، لقيت الرسول عليه الصلاة والسلام جاي معدي من جنبي. أنا عندي محل واقفة فيه، فلقيت ناس ماشية كتير، فبيقولوا إزاي أنت واقفة وما شفتش الرسول عليه الصلاة والسلام وهو معدي؟ فأنا قلت لهم أنا ما شفتوش. فلقيتني بجري ويا عشان ان انا راح اشوف زي الناس اللي بتشوف. فوصلت المكان، مكان واسع، ناس بتصلي وناس بتقرا في المصاحف وناس، كل واحد ملبوخ في حاله. انا شفته في الحلم ان كل واحد ملبوخ في حاله. فسالت راجل هو اصلا طب قولي لي يا ليلى، انت عايزه تحكي لنا الحلم يعني، وفضلت انا شيخ عايزه اعرف يفسر هي لك الرؤيه الحلم؟ صح ولا غلط؟ طيب لاني يعني بتقول لي يعني لما حكيت لحد قريب مني سخر مني، يعني قال لي يعني مش معقول. ف يعني انت شفتي النبي بشكله؟ شفت، ايوه يعني انا لسه حضرتك يعني بتحقق من شكله، يعني انا شفته في الحلم وحد شاور لي عليه بيقول لي هو ده النبي عليه الصلاه والسلام. فانا رايحه بيتدور بيبص لي، بقول له اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. تمام. لقيت شعاع شمس من ورايا في وشه، يا دوبك انا لا طيب. انا حتى طيب. يعني ماشي شفت يا بس ليلى، كده. خلاص يعني هو تفاصيل الحلم مهمه فضلت الشيخ لا ولا مش هو محتاجة. كفايه نكتفي بهذا القدر من الرؤيه؟ تفسير حضرتك ايه؟ لا هو بس خليكم عارفين ده احنا مش، لا انا مش نفسر بفسر، ما احلام. بفسرش احلام انا، لان تفسير الاحلام يشترط فيه ان يكون على علم بالراي وبحالي يعني قصص كده، علم كبير كده وراه موضوعات كبيره، انما على الهوا كده حد يقول لك انا حلمت كذا وانت تقول له التفسير ده ضرب من الجدل. انا اظن ذلك يعني، لكن في بعض الحاجات اللي هي الثوابت يعني، منها ما نص عليه النبي عليه الصلاه والسلام في حديثه كما قال: من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. فدي بشرى لأختنا ليلى أنها رأت النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة. خلاص يعني ده نص ثابت في الصحيحين. من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. وكأنها هي بتقول قعدت سنتين في ذكر وفي دعاء وتقول يا رب كذا وكذا، فكأنها يعني ممكن تكون كأنها منحة من الله سبحانه وتعالى أن أطلعها على رؤيتها للنبي عليه الصلاة والسلام. فهذه رؤية حقيقية وليست بشيطان، ومن رأى النبي في المنام فقد رآه. بس ده اللي انا اقدر اقوله في الشق ده، ولكن باقي التفاصيل ما لا علم. انه الناس تسخر، نحكي ولا ما نحكيش، إن حد شاف النبي يقول ولا ما يقولش. شوفي هو احنا الاصل في الرؤيه اذا الانسان شاف رؤيه خير ممكن يقولها استبشارا يعني. اما اذا راى الانسان رؤيه شر فلا يقولها، خلاص ما يقولهاش. وكمان الانسان لما يقول رؤيه ممكن يكون لها تاويل ولها تفسير فلا يقولها لعلها تؤول فتقع على صاحبه. يعني تؤول زي ما هو شافها بنفس الطريقه، ممكن تكون معلقه، الرؤيه معلقه الحين تاولها. فاحنا مش في كل الاحوال ولا في كل الاوقات نحكي الكلام ده كله. وكمان لما حد يشوف رؤيه للنبي عليه الصلاه والسلام اذا اراد ان يحكيها فلا يحكيها الا لمن يحبه. يعني مش اي حد يعني، ما هم بيسخروا منها ليه؟ هم شايفينها ست قليله وست بسيطه وبتاع، فايدي مين دي اللي هتشوف سيدنا النبي؟ قد يرى بعض الناس هذا الكلام. فاحنا دايما ما نحكيش الكلام بصيغه ان انا عايز اثبت ان انا حد كويس او إن لا 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 انا نفعل ذلك ولا بهذه النيه، ولا ننشغل بما لا ينشغل بنا. صحيح. يعني انا ما اشغلش نفسي بشخص مش شاغل باله بي. حد بيستقلني مثلا، خلاص ما اشغلش بالي بيه خلاص، ولا احطه في دماغي خالص، ولا افكر فيه من طريقه، ولا احكي له قصه، ولا احكي له حكايه ولا روايه، صدق ما صدقش هو حر. يعني دي ينبغي ان تكون في حياتنا العمليه.